هبة ناجي اسماعيل النجار، أنا أرملة وعندي ولدين، أم لطفلين أمير بلال النجار ونديم بلال النجار، وعمري 34 سنة، وأمير عمره 12 سنة ونديم عمره 10 سنين. أنا عايشة في غرفتين زينجو، وزينجو يعني شوب علينا كمان، شوب يعني بتحمش، وعندي حساسية على صدري بتحملش، عز الشوب بموت يعني بتحمش، بدي كل يوم تبخيرة وصداع، بقدرش من الشوب بقدرش أتحمل. أيام الحرب هربنا من البيت خايفين، ما قدرناش نستوعب، نقعد في البيت نسمع صوت الصواريخ يطلعوا من فوق الزينجو، يعني خفنا، هنا عند البيت انقصف علينا، عند البيت انقصف علينا. جت من عند أهلي لقيت الزينجو واقع تبع الغرفة اللي برا، ولما جت انصدمت يعني زي صدمة، شفت الزينجو قاعد على الأرض والحجار، ما توقعتش يعني يصير إنه فينا زي هيك. الأولاد صار يعيطوا، يعني حكيت لهم صبرت، وحكيت لهم لا يا ماما إن شاء الله بصير خير، والمهم إحنا الحمد لله ما تأذناش. والله ناقص حاجات كتيرة على البيت، يعني بدي يوفوا لي بقية البيت، تاج يعني من سقف، من بلاط، من نكسارة، من شايش مطبخ، من حمام، من غرف بدون تظبيط، بدي يعملوا لي بقية البيت يساعدوني، يعني نتوسع أنا والأولاد عشان نفسيتنا ترتاح. أملي في المستقبل إني نصب البيت كله. ماما بحكينا نفسي يكون عندنا بيت زي باقي الأولاد اللي بنشوفهم، دار تيتا، دار سيدو، عندهم بيت سقف. نفسنا يصير عندنا، يا ريت ماما يصير عندنا بيت زيهم. نفسنا نكون أنا والأولاد عايشين بأمان، ويبعد عنا الخوف والحياة المؤلمة كلها.